التفكير دايما في ان العميل ده ازاي يشتري. حلو، طيب هل انت فكرت قبل كده العميل ده ليه ما بيشتريش؟ يعني انا دلوقتي جاي كلاينت، الكلاينت ما اشتراش، حلو جدا، قعد معايا فترة وبعد كده اكتشفت، وده بيحصل كتير في ريال استيت عندنا، ان بلاقي الكلاينت بعد ما عدى كل البروسيس والسيلز فينال وكل حاجة، جه في الاخر ما اشتراش، العميل ما اشتراش، راح اشترى في حتة تانية، راح اشترى في مكان تاني. طيب فكرتش قبل كده ليه العميل ما اشتراش؟ حاول توقف الفيديو ده وتقول لنفسك كده وتسأل نفسك ليه العميل ممكن ما يشتريش. طيب خلاص وقفت الفيديو وفكرت شوية، اسأل نفسك بقى كده، هل انت لبيت الاحتياجات بتاعته؟ يعني النيدز اللي كان محتاجها فضلت انت معاه وفضلت تيسر له نقطة، ولا في نقطة معينة هو كان مقلق منها؟ راجع الكولز اللي حصلت معاه، راجع الكونتاكتوس او طريقة التواصل اللي كانت معاه، وشوف هل تم فعلا تلبية كل الاحتياجات اللي كان محتاجها، واتكلمت معاه في كل نقطة هو واقف عندها وكل نقطة هو محتاجها، هل انت لبيتها ولا لا؟ هل كان في نقط كده اشتغلت عليها ولا لا؟ حاول كده تعمل تيبل كده على جنب كده زي ما انا هقولها لك، واكتب فيها المين بوينت بتاعت الكولز بتاعت الكلاينت او الكونتاكت اللي حصل معاه. والله كان محتاج مثلا زي ما بنقول، مثلا زي ما كنا بنتكلم مثلا في الاكزامبل اللي فات، كروش مثلا للعربيه. حلو، طب والله لا هو كان محتاج طرق سداد، تمام، واعمل دايره كده في ورقتك او الفيدباك بتاعته، ان النقط دي هو اللي محتاجها، دي النقط اللي انا اتكلمت معاه، واعمل مارك على كل نقطه، والله هنا النقطه دي لبيتها له، النقطه دي لا ما لبيتهالوش، وما الى ذلك، بحيث ان انت بعد ما تخلص وتشوف العميل ده اشترى او العميل ده ما اشتراش، ايه النقطه اللي انت لبيتها وايه النقطه اللي انت ما لبيتهاش. لازم أن يكون عندك حاجه دايما بناكد عليها اسمها كاستمر فيدباك. كاستمر فيدباك، تمام، الكاستمر فيدباك بتحط فيها كل النقط دي، وبتعرف هل انت الكلاينت لبيت كل احتياجاته ولا لا. طيب هل انت عندك مشكله في الديستريبيوشن تشانل نفسها، البروجكتس اللي انت عرضتها، هل هي التوسيعه المناسبه؟ اللي محتاج في العاصمه هيلاقيني، اللي محتاج في اكتوبر هيلاقيني، اللي محتاج في دمياط هيلاقيني، اللي محتاج في الساحل هيلاقيني، محتاج من السخنه هيلاقيني، اي منطقه هو محتاجها هيلاقيني انا، بقدر اديله فيها احتياجاته ولا لا؟ تمام، هل كل الحاجات اللي هو محتاجها هيلاقيني بديها له ولا لا؟ تمام، التوزيع مهم جدا جدا، والتنويع. طيب هل انت عنده مشكله في السعر؟ هل السعر عنده عندك في مشكله؟ هل الكلاينت ده كان بيتكلم في موضوع السعر وعنده مشكله فيه ولا لا؟ تمام، هل عنده مشكله في الصيانه؟ هل انت عندك مشكله في الصيانه والمتابعه وتقفيل الوحدات؟ هل الكلاينت بعد ما زار المرحله اللي الكلاينت فيها قرر انه ما يشتريش، هل بعد ما زار الوحدات ولا قبل ما يزور الوحدات؟ هل بعدها ولا قبلها؟ طيب لو الكلاينت زار الوحدات وبعد كده ما اشتراش مني، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى هو اشترى في منطقه تانيه وما عجبتوش الوحدات دي، فيبقى انا هنا عندي مشكله لازم ابص فيها وافكر فيها، هل الكلاينت هيشتري في الوحدات دي ولا لا؟ طب لو اشترى في نفس الوحدات بس مش من عندي، يبقى انا هنا عندي مشكله تانيه. في فرق كبير جدا لما الكلاينت ما يشتريش من عندي ويروح يشتري من عند حد تاني في نفس البروجكت او في بروجكت تاني، بتفرق كتير جدا جدا في النتائج. فانت حاول تفكر، هل هو اشترى في حته تانيه بس من الشركه الديفلوبر، يبقى هما كانش عنده التراست الكافي في السيلز اللي بيبيع له او في الشركه نفسها، وده ما خدتوش في الفيرست امبريشن من المقابله الاولانيه. طيب هل الكلاينت البروسيس اللي مشينا معاه فيها، البروسيس اللي مشينا معاه فيها فيها مشكله؟ تمام، خطوات تعامل مع العميل نفسه، هل لازم يعدي على 500 طريقه ولازم نتابع معاه 500 مره ونحوله من الكول نقول له طب اعمل كونفيرم على الميل؟ في شركات بتحول الكلاينت لبروسس كتير جدا وهو مش محتاج، هو في غنى عنها، والله احنا انا عايز اعمل زياره، خلاص اوكي الزياره هتكون في مواعيد ايه؟ طب لا المواعيد دي مش مناسبه، لا وما الى ذلك. فالبروسس بتاعت الكلاينت انت منفذها ولا لا؟ حاول كده تعد البروسيس اللي بيمشي عليها الكلاينت علشان يوصل لانه
يقفل الديل معاك، البروسيس علشان يوصل ان هو يقفل الديل معاك. هل الكلاينت ده عنده مشاكل معينه في البروسيس؟ هل انت عامل استراكشر للبروسيس؟ طب تعالى كده تعمل ده ازاي او تشتغل عليه ازاي؟ يبقى خطوات، هنا ترسم خطوات العميل، تمام، خطوات العميل، وتبتدي تاكد والله هو المفروض سجل بياناته. حلو، سجل بياناته، هل طريقه التسجيل كانت مناسبه بالنسبه له؟ قاعد يكتب في بيانات الاسم والميل وما الى ذلك؟ لا، انت لازم لما العميل يسجل بياناته تبقى الامور بسيطه جدا، اسم، ميل، رقم تليفون، والميل لو مش هتستخدمه مش شغال ايميل ماركتنج خلاص ما تاخدش ميل، بما انك انت مش هتقدر تتواصل مع ميل او انت مش مفعل الشغل من الميل نفسه، تمام. طب بعد ما العميل سجل بياناته والمفروض الكولز اللي حصلت معاه، تمام، هيتحول على الكول، طب في الكول ده هياخد كل الانفورميشن ولا هيفضل يتسال اسئله تانيه، تمام، ويفضل ان انت لا اسمع الكلاينت على قد ما تقدر وبناء عليها وجهه، تمام. فانت لازما البروسيس تكون واضحه وصريحه في مع الكلاينت عشان تقدر ان انت تبني ده بشكل مباشر. طب خلاص هو سجل بياناته وعملنا معاه الكولز وما الى ذلك، هل تابعت معاه؟ طب هل لما العميل يشتري اتابع معاه ولا لا؟ اه لازم تتابع معاه سواء اشترى من عندك ولا لا. طب لو اشترى من عندي اتابع معاه؟ حضرتك ايه الاقساط مع الشمعات؟ تمام. طب في حاجه في الوحدات رحت زرتها مضايقاك؟ طب في حاجه محتاجها؟ عندك مناسبه تكلمه؟ والله في مناسبات مثلا راس السنه، اتصل بالعميل وتابع معاه قول له بص انت طيب، احنا بنهنيك بما انك شريك نجاح لينا او بما انك صديق لينا، فاحنا بنهنيك وبنتابع معاك. الفولو اب مع الكلاينت، البروسيس اللي بيشتري بيها، والتفاصيل بتاعت الاورجنايزيشن نفسها في التعامل مع العميل، هنا احنا بنتكلم بتعاملك مع العميل as a professional way.